معنا هاتفيا من اسطنبول الكاتب والباحث التركي السيد مصطفى أرزجان. مرحبا بك يا سيد مصطفى. إذا بعد 23 سنة من هذه المجزرة، ماذا استفاد العالم من تلك المأساة من دروس؟ أصلا لم يتلقى أصلا العالم بأسرها الدروس من سربدانستا وغيرها، لأن المجازر طبعا ترتكب في سوريا حتى الآن يوميا. إذن هناك حتى ليس هناك تنديدات بالنسبة لما يجري أصلا في سوريا سابقا في العراق وغيرها. إذن ليس هناك أي درس، يعني لم يستخرج العالم كما ينبغي دروس من السربرانسة أو غيرها من مناطق المجازر، لأن في نفس السنوات حصل مجازر كثيرة في أفريقيا حتى في أذربيجان وخجل وغيرها. إذن العالم ساكت، خاصة طبعا الدول الكبرى التي يمثلون في الأمم المتحدة في المجلس الأمن الدولي وما إلى ذلك. إذن يعني فقط لديهم تجاذبات التصارع حول تقسيم الكعكة فقط، ولكن بالنسبة لحقوق الإنسان وغيرها يعني لا يحركهم أي شيء، ضميرهم شبه ميت أو ميت. من أجل ذلك بعد كل هذه السنين يعني المجرمون أفلتوا من العقاب في هذه المجزرة، وربما تمثل سابقة في الإفلات من العقاب بمجزرة بألاف من البشر. هذا يعطينا يعني ربما انطباعا أن يتكرر هذا في الواقع الحالي كما أشرتم. نعم، هناك بعض القادة قد حكموا عليهم بالسجن أو بالسجن في المحاكم الدولية في هولندا وغيرها، ولكن في نفس المكان الذي حكمت هذه القادة من صربيا كانت قد سمحت لهم طبعا عساكر من هولندا أصلا بقتل أبرياء البوسنويين في بوسنة في تلك المنطقة سربزانيتسا. إذن يعني هناك تواطؤ بين القوات الصربية وبين قوات حلف الشمال الأطلسي أو الأمم المتحدة كانوا يمثلون الأمم المتحدة، ولكن سمحوا لهم وغضوا النظر حتى دخول إلى هذه المدينة سربدانيستا لقتل البوسنويين عزل وأبرياء، ولكن لم يحاكم هذه العساكر المنتمية لهولندا وغيرها. إذن يعني حتى الآن لم يتحقق بعض بالنسبة لمن ارتكب هذه المجازر في بوسنة هرسك وغيرها من البلدان. إذن ما الخطوات؟ نتمنى أن يتحقق ذلك يوما. نعم نتمنى. إذن أستاذ مصطفى، ما الخطوات الواجب اتخاذها بعدم تكرار مثل هذه المذابح بهذه الطريقة؟ هل هناك من سبيل؟ والله طبعا المجتمع الدولي، ليس المجتمع الدولي فقط، طبعا الرأي العام العالمي الإسلامي لو كانوا على قلب رجل واحد على صعيد واحد في هذه الحالة يمكن معاقبة أشرار الشرار وأشرار الذين يرتكبون مثل هذه المجازر في أي بقعة من العالم. يعني لا فقط الذي طالت المسلمين فقط، ولكن يطال إلى أي جنسية من الأجناس البشر أو دين من أديان البشر، لا بد أن يحاكموا حتى يستعسل طبعا الشر بالنسبة للذين يقومون بمثل هذه الأعمال هنا وهناك. شكرا جزيلا لك من اسطنبول السيد مصطفى أرزجان الكاتب والباحث التركي.